مرحبا بكم مرة أخرى المشاهدون الكرام، ننطلق في حلقة جديدة من كورتنا بمحور محلي هام. كابتن مدثر فتح الرحمن، لجنة الحوكمة بالفيفا تعقد اجتماع مهم مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا زال ملف المريخ في شد وجذب وأكثر من اجتماع للفيفا ولم يحسم الأمر بعد. نعم، الملف الإداري في المريخ والمشاكل الموجودة فيه، ففي اجتماع مهم جدا، ونتائج الاجتماع هتظهر غريبا إن شاء الله. المهم في الموضوع أنه حسب وجهة نظري أنا، الاجتماع ممكن يغرب وجهات النظر بشكل كبير، لكن المطلب الأول أنه هل المريخ يفكر في أنه يغرب وجهات النظر. نعم. نتائج الاجتماع قد ما تكون حاسمة بسبب أنه دائما الفيفا اتجاه داعم للإدارات النظامية زي إدارة نادي المريخ الحالية، فطالما في معارضة للإدارة نفسها بشكل كامل ممكن تتواصل المشكلة. مهم جدا أنه أهل المريخ يحاول يعالج المشكلة الإدارية داخل البيت المريخي.